ما يقدمه لاعب في عمره هو شيء استثنائي بكل المقاييس. بإمكانه فعل أشياء إعجازية. مايكل جوردن فعل ذلك في كرة السلة، وميسي يفعلها في كرة القدم. ميسي لاعب لا يعوض. عندما يكون مع فريقه يضمن الفوز لفريقه، وعندما يغيب يضع الفريق الخطط البديلة لتعويض غيابه. إنه ميسي، وهو لاعب عبقري بكل ما تحمله الكلمة من معنى. موهبته لا حدود لها، فهو يملك القدرة على أن يكون الأفضل في التاريخ. هو لاعب فريد من نوعه في التاريخ، ويستطيع القيام بأشياء كثيرة وبجودة عالية جدا. يستحق الإشادة. سرعته فائقة، تحكمه بالكرة مذهل، يصدمك عندما ينطلق بسرعته القصوى. ذكي جدا بالتحرك بالكرة وبدونها. من المستحيل وصف مهاراته بكلمات. هكذا قيل عنه: الطريقة الأفضل لإيقاف خطورة ميسي هي فرز لاعبين لمراقبته دائما. لكن الخبر السيء هو بأنك لا تنجح في إيقاف خطورته. من الواضح أن ميسي هو فوق الجميع. من لا يرى ذلك هو أعمى. هو لاعب بلاي ستيشن. لا أرى لاعبا في حياتي في 18 من عمره يلعب بهذه الطريقة أنذاك. ميسي فريد من نوعه، وهو أفضل لاعب رأيته في هذا السن. ميسي هو متعة كرة القدم في هذا الوقت، وسوف يكون الأفضل لسنوات عدة. نذكرها جميعنا لأننا أنجبت، ولأنها أنجبت لنا لاعب بهذا الحجم. واحد، اثنين، الثالث، الرابع.